من أهدافنا كقائمة الرؤية العمالية هو تعديل قانون نهاية الخدمة للجدد، كونه قانون ظالم وقع على الموظفين الجدد. سيتم تعديله إن شاء الله من خلال أعضاء مجلس الأمة، وتعاوننا مع كذا عضو، تقريبا مع 18 عضو وقع ميثاق نفطي فيما يخص هذا القانون. كان من أهم بند وأول بند من المطالب هو قانون نهاية الخدمة، وجاهزين مشكلين لجان في جميع الدوائر، دوائر الكويت الخمس، للضغط على النواب لتحقيق مطالبنا. هذا أول هدف، وتكوية القطاع النفطي، كون القطاع صار طارد للكويتيين في صعوبة إعلان الوظائف، في صعوبة رفع المعدل، في اختباراتهم. رأينا الكل كان يتكلم أن الاختبارات كانت تعجيزية وفيها صعوبة بشكل مو طبيعي، يعني الكل ما كان يجتاز هذا الاختبار. هذه مو بس أبرز مشاكل، هذه أهم مشاكل كان يعانون منها يعني العاملين في القطاع النفطي، وكذلك الناس اللي تبي تسجل في القطاع النفطي. من أهم مشاكلهم المشاكل اللي هو الدورات، فتح إعلان التوظيف، والصعوبة في معيار الاختيار.